كتيرة. هي عند اللي خلقها في مكان أحسن. قالوا جود عيب عليها، قول البنت الطويلة هي اهو، تعال بص شو البنت الطويلة اهو، قود اشتموا عليا اهو، وحتى الكبار برضه، الكبار برضه مش سايبيننا في حالنا، وجود عيب علينا ويتكلم عن اخويا، وحرمونا نطلع اجي اقعد اعيط واقول لامي يما حصل كذا وكذا من الناس، وبعدين يما تقول معلش يما سيبك منهم خليهم يتكلموا وامشي في وشك على طول. حرمونا اطلع من البيت، بنتي جاب اجلي 29 سنه وانا قاعده في البيت ما بطلعش من البيت بسبب كلام الناس والعيال. انت محمد مش من فضلك على عطاك يا ناجي. تمانية وعشرين سنة محبوسة جوا بيتها خايفة تخرج لعيون الناس. تمانية وعشرين سنة عمرها ما حطت مكياج أو اتعاملت زي أي بنت. عاشت في ألم وتنمر طول حياتها، بس كانت صابرة ومحتسبة. قالوا عليها عملاقة مصر، بس كانت أطيب خلق الله. الله يرحمك يا هدى. إزاي غسلوا هدى؟ إزاي كفنوها؟ وإزاي دفنوها؟ وإزاي ماتت؟ محمد النهاردة بدموع الألم حكلنا بعد ما فارق أخته وتوأم حياته هدى. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فتح شرف. لعين ما اموت مش هنسى، ربنا يعلم بي ابو جسمي وحالي. كل حاجه اتاثرت من بعدها، كنا عايشين على حس الله وحسها. كان اي حد يشوفنا او حد كان يزورنا يقول انتوا عايشين في خيرها، دي بركه البيت. معلش ليه مدفونه هنا صح؟ الله يرحمك. استاذ محمد جاي يشوفك يا هدى، استاذ محمد جاي يشوفك. جات لي لابسه ابيض في ابيض وقاعده في النور كده، يوم ما كانت تندفن انا كنت قاعد حتره، شفت القبر بتاعها منور. عمرها ما عملت حاجة شينة في حياتها، لا شالت تليفون ولا كلمت حد، وقعت مكياجت ولا كانت عايشة على الفطرة كده. أنا أجد وقت كده مثلا أجد أشتغل في أي حاجة ما أقدرش، يعني إحنا مش فيه ده عادي، إحنا بناكل وبنشرب ولبسنا تفصيل، جزمة تفصيل، عاوز جزمة من الصبح، لابس جزمتها تفصيل، كل حاجة تفصيل. لا مش زينا، لا أنا ولا خوف زينا. في حد زينا كده؟ احنا الهرمونات، هرمونات عندنا شغاله. يعني مثلا ما يعيش دلوقتي انا وانت مفيش حد زيكم، يعني شايف مفيش حد زيكم. لا مفيش حد زينا، احنا اطول ناس ولسه لحد دلوقتي بنطول. يعني انتوا لحد دلوقتي كمان بتطولوا يا هدى؟ قدرت ولا ماشي؟ لحد دلوقتي بنطول، هدومك تكسر، مش بنقدر نمشي. الفكه الرافعه دي كده هدومك تكسر عليا، هدومي لسه عندي وقت بطول وهدومك تكسر عليا. طبعا امي اصلا من البدايه جاست معايا كتير، وكان في المستشفيات وفي الجامعة وجلست معاها كتير. طبعا كانت على طول مش مفرجاها، اصل مثلا مش هقول لك مثلا جوازت ولا اقول لك لا، هي كانت معاها على طول في كل حتة والحمد لله ربنا مديني كل حاجة، وانا فرحانة من نفسي. عم الدنيا طول افترق اختلف عن بنات اصحابي، مديني جسم برضه اختلف عن كل اصحابي، يعني مديني كل حاجة الحمد لله مميزة. بس لو حد يقدر يعترض على امر الله؟ استغفر الله العظيم، الحمد لله على كل جنب ربنا. انت بتتكسف تمد ايدك تسلم مع الناس؟ اه ليه؟ بتكسف عشان البابا حد يسلم عليا الاقي دوسه غيره في قلب ايدي فبخزى، فالسلام كده بعيد كده وبس. يعني الجنازه بتاعتها كانت عامله ازاي؟ الجنازه كانت مهيبه، يعني جنازه يعني مش هقول لك من الناس الكبارات، من الناس ليه كانت طيبه؟ كانت محبوبة. ليه؟ كانت في حالها، ولا كانت بتطلع ولا كانت بتروح ولا كانت بتيجي، كانت عايشة في حالها، كانت
ماشي على الصراط المستقيم. كانت عايشه يا جماعه عيشه الفطره. عيشه ال بقول لك الطفله الدرجه دي. كانتش تعرف اي حاجه في الحياه غير انها يا عيني عايزه تبعد عن شرور الناس، تبعد عن كلام الناس، تبعد عن اي حاجه تجرحها. كانت طيبه وكانت صادقه وكانت جميله. اعرفها معرفه شخصيه، كانت اختي ليا، كنا بنكلم بعضينا كتير. كانت تقول لي يا فتحي انا ما كنتش بحب نظرات الناس اللي هي نظرات الاستعطاف. يا فتحي انا الناس بيضايقوني لما بمشي في الشارع ويقعدوا يصوروني وانا ماشيه انا واخويا. وانا كنت في الفصل الجم الاستاذ دخل عليه والموجه وكنت مجاين قبل دوار ليه. قام قال لا دي طالبه، قال لي طالبه دي كلها ده طويل ده ما شاء الله ده مداري على العيال. قوم جيت الاستاذ قال لي ارجعي ورا، رجعني برا التخت. قوم قلت والله من عندي فرحه المدرسه بقول والبنات اتمجلت عليا والاساتذه كرهوني في المدرسه عشان مختلف عن زمايلي في الطول بيبصوا لنا وبوجدوا يتمجلت عليا انا واخويا. مش حكايه مش عايزه تشوف الناس، هي مش عايزه تتاذي من الناس. هي راحت دلوقتي لرب الناس، راحت للي خلقها، راحت لرب الكون اللي خلق الكون واللي هيحاسب كل واحد فينا على اللي اقترفه او اللي عمله او اللي تنمر عليه مع هدى. الناس بيقعدوا يقولوا بتاكل يا لهوي بقول يا لهوي ده البت دي ده لو شفتنا هتاكلنا، لو جتنا واحنا هتاكلنا. لا والله ده احنا طيبين من جوانا ابيض زي اللبن، ولا عمرنا بنمد ايدينا على حد ولا عمرنا بنتكلم حد، احنا في حالنا. بس كل واحد بقى بياخد بالمظاهر. الناس بتبص عليا طبعا بكون راكب العربيه من ورا، لان برجل العربيه ورا بشكل مش حلو خالص انا ولا اخويا. يعني اللي بيركب في العربيه نص نجل من ورا دي بيبقى يعني مخزن بالبهيمه، لما احنا بني ادمين. اخر حاجه قالتها لك كانت ايه يا محمد؟ اخر حاجه قالتها انا بحب الجو يا اخويا، وربنا يجعل اليوم يجبل يومك يا اخويا، وربنا يطول في عمرك، وربنا يديك الصحه، وربنا يشفيك، وربنا يرزقك. يعني كانت دايما بتدعي لي. البلد بيمشوا وبلبسوا وبروحوا يشوفوا الناس وبزوروا الناس وبروحوا بجي. انا بشوف بنات بقعدوا رايحين جايين وبزوروا ولهم اصحاب ولهم اهل ولهم اقارب. انا ماليش حد، انا مش الا هو ربنا واخواتي وامي، اخوات البنات واخويا محمد ووالدتي هي عندي بالدنيا. تعبتك هترجع وتعبت جوا معايا. انا يعني نفسي عزه البنات ولو حتى جزء واحد بس من اللي انحرمت منه السنين دي كلها. القبر لما فتحوه ايه اللي حصل؟ احكي لي كده محمد. اما ساعه ما هم يجوا في نش من الشباب فتحوا القبر عشان ندخلها فيه. طبعا فتحوا القبر وبقول احنا عمرنا ما شفنا في حياتنا قبر بالوسع ده. سبحان الله الوسع دي بيبقى عند ربنا لعملك، عملك مستنيك قدام. يعني انت ساعه ما تفتح القبر عملك يا رب قبر صغير يا رب قبر كبير. طبعا دي عملها يعني مش عارف اقول لك ايه، كل خير كل خير وكل طيابه وكل يعني. عمره ما عملت اي سوء ولا عمره مثلا زعلت حد منها. من اول ما جينا والجنازه جينا بالعربيه وجينا ننزل بالمقابر نزلناها، وطبعا الناس وحشينا من المحمل وندخلها. وقولوا يعني اكنها عيل صغير، اكنها عيل صغير ساعه ما جينا نشيلها وندخلها كده. يعني وسبعة مدعم دخلناه وبدنا الطوب عشان يسد القبر، لكنها قبر كله نور كله نور كده. فربنا يرحمها برحمة الواسعة. توفت الساعة 3 العصر كده أو 3:30، فطبعا بقيت لتاني يوم. الناس المغسلين لما يجوا فبقول يا ميتة من وقتي، قلت يا ميتة من امبارح الساعة 3 العصر. طبعا دلنا لتاني يوم الدور عشان الدفن، بقول دي ميتة من امبارح، دي زي ما كنت لسه ميتة الوقت. عامل زي الخيارة كده، عامل زي يعني بص جسمها كله، مش واحدة شددت، مش واحدة مثلا تلاقي جسمها كله مشدد، لا ده كانت بتتقلب كده زيها زي ملاك كده. في الغسل يعني الغسل بتاعها كان عامل ازاي؟ في الغسل طبعا كان في مغسلين حريم كانوا بيغسلوا فيها. بقول اللهم صل على النبي، احنا ما شفناش جمال زي كده. الله يرحمها وربنا يحسن اختامنا. صحته يا جماعه ما تسويش صحه طفل صغير. ما تاخدوش الناس بالمظاهر، المظاهر مش هي كل حاجه. انتوا شايفين جسم عملاق، جسم جبار، لكن هو ما بيعرفش يمشي حتى.
يعني احنا يعني شفنا صعوبة كبيرة النهاردة ان احنا حتى نصور معاه، كان تعبان ومش عايزين نجهده اكتر من كده في الحلقة، لان الناس كتير قوي بتشوف محمد تفتكره ان هو عنده صحة تهد عمارة، لكن بالعكس ده هو صحته اضعف من صحة طفل عنده 6 أو 7 سنين. عايزين نقف جنب محمد وعايزين ندعمه الفترة اللي جاية. واللي عايز اقوله لكم يا جماعة، هدى راحت، اللي كان بيتنمر عليها خلاص حسابه عند رب الكون. عايزين نقف جنب محمد ونرقب في حالته. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في حلقة جديدة مع فتحي شوقي.